البداية من العواجل التي بثتها الحدث للتو، نبدأ بسقوط صاروخين على قاعدة عين الأسد في العراق، ويحبط 8 صواريخ باتجاه قاعدة عين الأسد. مراسل الحدث أعمدة الدخان من داخل قاعدة عين الأسد بالعراق إثر الهجوم الصاروخي. إذن مشاهدينا، هذه الأخبار العاجلة تريدنا الآن. من بغداد ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في العراق ماجد حميد. ماجد، التفاصيل. نعم، كان هناك 10 صواريخ معدة للإطلاق في قضاء حديثة غرب محافظة الأنبار، وهذا القضاء يقع بالقرب من قاعدة عين الأسد. تم إطلاق صاروخين فقط وسقطا داخل قاعدة عين الأسد. لم تتمكن منظومة الدفاع الجوي التابعة لقوات التحالف من إسقاط هذه الصواريخ بحسب مصادر أمنية، وتصاعدت أعمدة الدخان من داخل هذه القاعدة، لكن إلى الآن لم تؤكد المصادر العسكرية إذا ما كانت هناك خسائر في صفوف قوات التحالف الدولي المتواجدة في هذه القاعدة، وعلى رأس هذه القوات هي القوات الأمريكية. تمكنت القوات الأمنية العراقية من إفشال إطلاق 8 صواريخ، وأعلنت حظر تجوال لبعض مداخل قضاء حديثة، وتقوم الآن القوات الأمنية بعملية أبطال هذه الصواريخ من خلال الجهد الهندسي التابع لوزارة الداخلية والقوات الأمنية كقيادة عمليات الجزيرة والبادية، وبدأت بالتحقيق بكيفية دخول 8 صواريخ إلى هذا القضاء، وكذلك عملية الإطلاق التي تمت باتجاه هذه القاعدة التي تضم قوات التحالف. لأول مرة يتم استخدام منذ حرب غزة يتم استخدام قضاء حديثة بعملية إطلاق الصواريخ. في الأشهر السابقة كانت عملية إطلاق الصواريخ تتم من المنطقة الصحراوية المحيطة في هذه القاعدة، لكن بسبب الطائرات المسيرة التي تقوم بعملية استطلاع يومي وعلى مدار الساعة للمنطقة الصحراوية، على ما يبدو أن هذه الفصائل اختارت قضاء حديثة، وهو قضاء يبعد يأتي بعد قضاء البغدادي، ويبعد تقريبا أكثر من 20 إلى 30 كيلو عن هذه القاعدة. قامت من خلاله الفصائل المسلحة بإطلاق أو نصب صواريخ، تمكنت فقط من إطلاق صاروخين، وكما أشرت تم إفشال إطلاق 8 صواريخ باتجاه القاعدة. طيب، مقارنة بما جرى سابقا في هذه القاعدة ماجد، هذه المرة مختلفة الأمور باستخدام جغرافيا جديدة هي قضاء حديثة، وكذلك طريقة الإطلاق؟ بالفعل نحن نتحدث عن عملية الابتعاد عن قاعدة عن المحيط، محيط قاعدة عين الأسد في ماجد تتم من المنطقة الصحراوية المحيطة في القاعدة أو من منطقة البغدادي. هذه المرة تم اختيار قضاء حديثة في عملية إطلاق الصواريخ. عمليا الطريقة الجديدة هي عملية توقيت الصواريخ ومن ثم إطلاقها، لكن فشلت الفصائل من عملية إطلاق جميع الصواريخ، فقط أطلق صاروخين وتم إفشال إطلاق باقي الصواريخ من قبل القوات الأمنية العراقية. لكن النقطة المهمة أنه منظومة الدفاع الجوي لم تفعل في قاعدة عين الأسد، وبأن الصواريخ سقطت داخل قاعدة عين الأسد. من بغداد كان معنا مدير مكتب الحدث في العراق ماجد حميد.